وإن يمت آخر قبل القسمة. هذه المسائل تسمى عند الفرضين بالمناسخات. الآن بعد عمر طويل في طاعة الله، الشيخ حمود انتقل إلى رحمة الله، بعنا السيارة الكامري والثياب والنظارة والساعة، والمهم جمعنا والبشت وكذا، طلعت التركة 10,000. أردنا أن نقسم التركة، من يموت؟ ماتت الزوجة، مفهوم؟ إذن مات آخر قبل قسمة التركة الأول من ورثة الأول، مفهوم؟ وإن يمت آخر قبل القسمة، قبل قسمة التركة الأول، إيش نصنع؟ نقسم تركة حمود ونجعل الزوجة وارثة، ثم بعد هذا نجعل الزوجة هي التي تموت ثانيا، مفهوم؟ هذه هي المناسخة. إذا لم تعرف هذه المناسخة لا إشكال، تجعل مسألة حمود على حدة، خلاص حمود اشترك، قال ترك، قلنا 10,000. جاء الإمام وقال أطلب حمود 2,000 ريال، خذ 2,000، بقي كم؟ 8,000، مفهوم؟ طيب 8,000 هذه ترك، قلنا زوجة وابن، الزوجة لها الثمن 1,000 صح؟ والابن 7,000 الباقي منقسم الحمد لله. ثم ماتت الزوجة قبل أن تستلم التركة، إيش نصنع؟ نصنع مسألة ثانية للزوجة، ماذا تركت الزوجة؟ قال والله تركت الزوجة، اصبر يا أخي، ورثة، إيش عندها الزوجة؟ قال الزوجة عندها أب وأم، أب وأم والابن، هذا ابنها، خلاص. وكم لها؟ قال ليس عندها شيء، هذا مالها. طيب من حمود 1,000 ريال، إذا نقسم 1,000 على من؟ على هؤلاء، سدس 1,000 للأب والسدس الثاني للأم، صح؟ سدس سدس لوجود فرع والد ذكر، والباقي للابن، انتهت المسألة، مفهوم الآن؟ يعني لا إشكال. لكن قد يقول أن المسألة يكون فيها أكثر من ميت، 10 20، فتجعلها مسألة واحدة، هذه المناسخات. وإن يمت آخر قبل القسمة، قبل قسمة الأول، فصحح الحساب واعرف سهمه، قلنا سهم الزوجة من تركة حمود الثمن، صح؟ نعم. ثم تجعل لها مسألة أخرى لورثتها، ثم بعدها تقسم وتجمع بين المسائل. نعم. وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، نعم، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. تقدم كيف نقسم تركة حمود وتركة زوجة حمود. نعم. وإن تكن ليست عليها تنقسم، فارجع إلى الوثق بهذا قد حكم، حتى نجمع بين المسائل كلها. نعم. وانظر فإن وافق السهام فخذه لتوفقها تماما، فاضربه أو جميعه، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، فكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. نعم. فهذه طريقة مناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة. نعم. بعد هذا